حتى وصدقيني هتعملي اجمل منه. تفصيل وخياطة قفطان مغربي بطريقة سهلة وبسيطة، اهم حاجة تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعملي اجمل منه. الله جميل، تعالي الله اجمل. وبركاته. ازيكم يا اجمل جمهور في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بعباية، لا مش عباية، هي ملابس مغربية، قفطان مغربي، احنا هنسميه قفطان مغربي. تمام، قفطان مغربي بطريقة سهلة وبسيطة قوي بشكل جميل كده هنعمله. اهم حاجة بس انك تتفرجي واحدة واحدة وصدقيني هتعمليه بنفس الصورة ونفس الشكل. بصي بقى، اول حاجة خالص معانا هنا كده ورقتين. يعني ايه ورقتين بقى يا مريم؟ يعني انا مثلا جبت 3 متر قماش، تمام، وابتديت ان انا اقسمهم نصين. ادي النص الاولاني اهو قسمته، وادي النص التاني اهو. ده عشان اعمل منه الامام، ده عشان اعمل منه الامام والخلف، واحد للامام واحد للخلف. تمام، هنعمله بشكل سهل كده وبسيط. ادي الجزئين اهم. تمام، طبعا الامام عندنا في مرض، في مرض، فهبدأ اشيل كده حوالي 2 سنتي كده، اسيبهم اعمل حسابهم من هنا كده، وهبدأ كده اخد، بصوا كده واحدة واحدة، وهبدأ ان انا احددهم من هنا. تمام، وهبدأ ان انا اجي بقى، هبدأ ان انا اجي واحدة واحدة كده عشان اعمل الامام والخلف. تمام، هبدأ اجيب بس الدبيس بتاعتي وادبسه. انا اعملها لك بنفس الطريقة اللي انت هتعمليها بالقماش بشكل سهل وبسيط قوي، كأني انا ايه عملته بالقماش بالظبط. تمام، هو كفتان مغربي. ثانية واحدة هدبسه اوريهولك كده من اول هنا كده، ونبدأ ندبس. تمام، وهنيجي ننزل تاني شوية تحت ونبدأ ندبس تاني، ندبس الجزئية دي ونخليه مرتاح. تمام، ما نخليش فيه حاجة متعصبة فيه او اي حاجة، لا يبقى مرتاح كده وننزل ايه براحة. تمام، هنيجي واحدة واحدة من هنا برضو اهي، شايفة ازاي؟ دلوقتي بقى بعد ما خدت ال2 سنتي دول هعمل ايه تاني يا مريم؟ هتيجي من هنا بعيدا عن الدبوس طبعا المحطوط ده، وهنبدأ نحط دوران اكبر حجم معانا اللي احنا هنشتغل على اساسه. هحط دوران اكبر حجم معايا، وبعدين هاخد ال3 سنتي بتوع حردة الرقبة، وبعدين هنزل من هنا بحردة الرقبة الامامية هتبقى من هنا، والخلفية هتبقى من هنا. تمام، وهنبدأ ان احنا نوصل دي الخلفية ودي الامامية. تمام، طبعا انا مش بطبع عليها، انا بس بحاول اعملها حردة. طيب بس الخلفية هنا بقى او الامامية هنا فيها تعديل تاني صغير. ايه هو؟ ان بقى هي جاية بعد ما قصتي كده، روحتي ايه جاية بقى بعد كده عملتها زي دورية تانية بسيطة من تحت كده. تمام، دورية بسيطة قوي مش كبيرة، دي في الامامية. طيب دلوقتي بعد ما عملت كده هبدأ ان انزل بقى 1 سنتي، ده ميلان الكتف، وبعدين ابدأ احط 6 سنتي طول الكتف. ثانية واحدة، وبعدين هبدأ انزل 10 سنتي، وبعدين ابدأ انزل 20، وبعدين 30. 20 ديت طول الظهر، 20 ده اصلا طول الظهر، هبدأ ان انا انزله علشان خاطر يطلع لي الدوران الصدر، وكمان يطلع لي دوران الوسط. الوسط طبعا هنخليه 10 سنتي، يبقى واسع ما يبقاش ضيق. تمام، وهنيجي عند الارداف، هتبقى اكبر حجم موجود معانا، هتبقى اكبر حجم موجود معانا، فاحنا هنشوف اكبر حجم موجود معانا اللي هو دوران الارداف، وهنبدأ ان احنا نمشي على اساس التصميم. تمام، بس هنا خد في بالك في هنا زيادة، بص الزيادة دي 2 سنتي موجودة، فلازم نعمل حسابنا ان هم موجودين معانا. تمام، طيب دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نوصل الكتف معانا من هنا، وبعدين نبدأ نطلع 4 سنتي، وبعدين نيجي من هنا، وبعدين نيجي كده واحدة واحدة، ما تستعجليش في حاجة، وبعدين هنيجي كده، وهنبدأ ان احنا نوصل بالشكل السهل ده، وبعدين ناخدها كده لحد ايه النهاية. طبعا هنا دي طلعت معايا على ايه؟ على ما فيش، شايفة ازاي؟ بصي هنا دي طلعت معايا بالظبط على ما فيش. بصوا يا جماعة دلوقتي هي طلعت معايا زي ما انا قلتلك على ما فيش، والتصميم ايه اتعمل معايا. طب دلوقتي بقى انا هبدأ اقص، هبدأ اقص، بس وانا بقص اعمل حسابي ان انا ادخل من جوه كده، ما اخدش الحتة الفارغة معايا. تمام، يعني ايه الفارغة؟ يعني المفتوحة معايا ديت مش عايزاها، وهبدأ ايه كده اقص واحدة واحدة. الكفتان المغربي بطريقة جميلة قوي وسهل وبسيط، وهنبدأ ان احنا نقص الخلف. تمام كده بالشكل ده. ثانية واحدة، طبعا نشيل بقى الدبوس ده من هنا كده
واحده واحده كده ونبدا نشيله. تمام، هوريكي برضو لما نقص الامام. بصوا يا جماعه دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نشيل الدبيس واحده واحده من التصميم بتاعنا. وبعد ما شلنا الدبيس هنبدا ان نيجي، بصي هنا عند الخلف ده، ده خلف. تمام، ده الخلف ده انا ما سويتش فيه اي مسافات ولا اي زياده. طيب وده الامام، ده الامام معايا اللي فيه المرد وفيه كل حاجه. هنبدا ان احنا نقص من الامام. بصوا بقى نيجي كده اهو، شايفه ازاي؟ وهبدا يعني اعمل تشفيه كده الجزئيه دي بالشكل السهل ده. ازاي؟ ان انا جبتها كده واستمريت بيها لحد النهايه. ثانيه واحده، هنبدا نيجي كده واحده واحده، هنيجي كده. طبعا هتقولي طب ما تكمليها يا مريم، ما لو كملتها يبقى انا كده بلغي المرد وخليتها وسع، وانا مش عايزه وسع، انا عايزه مرد. تمام كده، ده كده الخلف معانا اهو، ده الخلف معايا هشيله، وده الامام. اجي بقى من الامام ده واروح جايه كده شايله حردة الرقبة، تمام، ثانية واحدة، وشلت كده حردة الرقبة الموجودة معايا. وبعدين هبدأ اشيل بقى ايه الجزئية التانية الموجودة برضو معايا دي، الوسع. تمام، بكده اتبقى معايا ايه؟ المرد. هنبدأ نفتح بقى الجزئية دي، بس نحدد المرد بتاعنا ده فين بالظبط، الاتنين سنتي. هحدده بالمسطرة وأوريهولك. ثانية واحدة، بصوا بقى يا جماعة دلوقتي بعد ما فتحت الجزئية دي عندي، وادي المرد بتاعي حددته اهو. بصي شكل العباية من بره عامل ازاي. طب دلوقتي المرد ده واحنا بنقفله، واحنا بنقفل المرد ده هنركب فيه كلفة، يعني بعد ما يتقفل هنبدأ ان احنا نعمل كلفة فيه. بس الكلفة هتبقى عريضة عنه شوية، يعني هو لو 1 سنتي فالكلفة لا هتبقى عريضة. تمام، مش عريضة قوي بس هتبقى حلوة وهتبقى واضحة. هعمل لك جزئية والجزئية التانية هعملها واوريك. بصي الاول هنعمل دي بالشكل ده، شايفة المرد اتعمل ازاي. هبدأ اجيب الكلفة معايا بتاعتي وبالمرة ادخلها معاها ضمن الدبابيس بتاعتي. ثانية واحدة، ادي الكلفة اهي. بصي وهنبدأ نيجي كده ونبدأ ان احنا نعمل الكلفة ونقصها بالنص كده، ونبقى ايه مسافتها مسافة حلوة، ما تبقاش رفيعة قوي ليه، ما تبانش، لا عايزينها تبان. تمام، وهنبدأ نركن ده كده على جنب ونجيب الجزئية دي. ثانية واحدة اهي، وهنيجي من هنا كده ونروح مركبين الكلفة بتاعتنا بالشكل ده. تمام، ثانية واحدة، وهنيجي كده وهنيجي كمان مرة من هنا اهي. ثانية واحدة، احنا عايزينها تبقى مفرودة ما تبقاش فيها اي تانية، شايفة ازاي؟ هتيجي كده شايفة ازاي اتعملت. بصي طبعا هنا بقى بتبقى زي ايه في النص كده، وانتي بتخيطي بتيجي وانتي بتقفلي المرد بتاعنا ده بتبتدي انتي تركبي، مش عراوي، لا هي مفيش عراوي فيها، لو ركزنا في الصورة مش هتبقى عراوي، زي بالظبط ايه قماشة صغيرة كده وداخلة كأنها بتستقبل الزرار. تمام، دي مش علوة، العلوة ان احنا نعملها في القماش مباشرة. تمام، اما دي خارجية ممكن تعمليها من الكلفة، ممكن تعمليها من الزيق الصغير، فعلى حسب انتي حابة تعمليها ازاي. تمام، دي عملناها بالشكل ده، هنبدأ نعمل التانية وريها. بصوا يا جماعه دلوقتي انا عملت الجزئيه الثانيه، هبدا بقى ادخل الخلف مع الامام واقفلهم مع بعض. تمام، هبدا ان انا اقفلهم كده. بصي الخلف اهو زي بالظبط الامام، نفس كل حاجه، هبدا اقفلهم واوريهم. ثانيه واحده، بصوا يا جماعه شكل القفطان اتعمل بطريقه سهله وبسيطه قوي، وهنبدا ان احنا نعمل له حزام بس من الكلفه. تمام، شكل سهل قوي قوي وبسيط، اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه لو مره تشوفيني اول مره تعرفيني. بصي بقى، وطبعا بتلبسي تحتيه نفس النوعيه بتاعتها برضو وتكون فيها كلفه وكده، بس احنا هنعمل بس القفطان من بره النهارده. تمام، نيجي بس واحده واحده كده نبدا نقفل الحزام. ثانيه واحده ونقفله، عايزه اقفله بس في التصميم. بصي كده، وهنبدا نقفل من الناحيه الثانيه كده. تمام، وهنبدا نقفله كده من هنا، اهم حاجه بس واحده واحده وما تستعجليش. تمام، اهي شايفه ازاي. طيب دلوقتي ادي يا جماعه شكل القفطان المغربي بطريقه جميله وسهله وبسيطه. بصي شكله جميل جدا، اهم حاجه بس انك تتفرجي واحده واحده، وصدقيني هتعملي اجمل منه تفصيل وخياطه قفطان مغربي بطريقه سهله وبسيطه. اهم حاجه تتفرجي واحده واحده وصدقيني هتعملي اجمل منه. اللايك جميل، تعليق اجمل، اشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطه مريم احمد.